اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل مكانه فرحها وروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين قداني، شر الحريم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية انه اتعاش وقت ما ناسبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية انه اتعاش وقت ما ناسبناش، ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين قداني، شر الحريم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. حيراني من كل الحاجات، والخوف في قلبي لما زاد اواني، كل شيء بيقوانه والنهاردة اواني. الصورة تقريبا يا هانم اختفت من على كل المواقع. وكمال عمل ايه؟ نزل تنويه في التلفزيون ان الصوره المتداوله دي غير معبره اطلاقا عن حاله الرئيس الصحيه دلوقتي. بس زي ما حضرتك عارفه. بس ايه يا بهت؟ الناس يعني الناس ما عندهاش اي ثقه في الاعلام الحكومي. يا مرحبا يا شريف باشا، يا مرحبا، شرفتنا. بلغوني انك عاوز مني خدمه. حتى سنايبر زي دي. الباشا عارفني كويس، وعارف كمان اني ما بشتغل في القطاعي. لا، اللي اعرفه انك اكبر تاجر سلاح في المنطقه، وانت اللي ماسك زخانقها ودهاليزها. يعني حته زي دي مش هتعدي غير لما يكون لك يد في الموضوع. لا على فكره، الموضوع مش محتاج التفكير ده كله. شوف يا باشا، أنا طلعت 3 حتات من العدة دي خلال 4 شهور اللي فاتت. في 2 بعرفهم ما يلزموكوا في شيء. التالت بقى بعتها له من شهر، كان جاي لي من طرف واحد حبيبي بوصايا كبيرة. اسمه إيه؟
اعذرني يا باشا، الشغل اسرار. ابو لبيب، انا مش بدور على مجرم ولا جاسوس عادي، انا بدور على واحد اتجرأ وحاول يختار رئيس الجمهورية. يعني هجيبه هجيبه، ومن مصلحتك انك تساعدني لانك عارف انا ممكن اعمل ايه. مرعي. نعم يا شيخ العرب. هالولد اللي راح سلم للسنايبر، قول يا مرعي للباشا انت شفت ايه وانت رايح تسلم للسنايبر. والله يا باشا في واحد جه ياخد مني سلاح وحطه في عربيه محمله سيراميك، بس ما شفتش السواق، بس لقط نمره العربيه. تفتكر الناس هتصدق الصوره ولا التكذيب؟ الناس هتصدق اللي تحس انه الحقيقه. والله يا اخي البلد دي بقت تضحك. الواحد كان خلاص فاكر ان كل حاجه بقت تمام. مفيش حاجه بالسهل يا فؤاد. بس انا مستغربك يا كمال. ساعات بحس انك ضد هاشم، مع انك كنت من اشد المتحمسين ليه وهو من الحزب بتاعكم. طب ما انت كمان موقفك اتغير. بص، سيبك من ان كل اللي بيحكم تصرفاتك هو المصلحه. بس انت كمان حماسك لهاشم قل. شوف، حماس الهاشم زي حماس كل مؤسسات الدولة. هو الوحيد اللي ليه ارضية في الشارع، وده بيعمل استقرار. انا بقى لما الاقي حد غيره هو اللي عايز يسيطر ويهيمن، لازم اقف واغير موقفي. ما انكرش ان السنة دي كانت سنة كبيسة، خصوصا لما لقيت الهانم هي اللي عايزه تسيطر بشكل مدهش وغريب. ده غير القرارات الاخيره اللي خدها هاشم من غير ما يرجع لنا ولا ياخد راينا رغم اعتراضنا عليها، وانا واثق ومتاكد ان هي كان لها يد فيها. بس برضه لسه مستغربك يا ابو كمال. احيانا بحس انك طمعان تاخد مكانه. طموح مش عيب مش حرام. أنا جزء من الحزب اللي هاشم دخل الانتخابات عن طريقه. أيوه. الحزب ده المفروض هو اللي بيحكم البلد دلوقتي. وإحنا لو ما فكرناش لبديل لهاشم من دلوقتي يبقى نروح نقعد بقى في بيوتنا أحسن. خلاص يا فؤاد، خلاص. ما بقاش في حد هيقعد في منصبه في البلد دي لحد ما يموت. خلاص بقى يا بارد، البكا بيتعب الميت. سامي احنا عايشين عمر، انا ما عرفتش اودعها جاي، ما عرفتش اودعها عمر. عارف لما يبقى عندك اخت صغيره وتموت ما تقدرش تودعها على وداع غير دي. ده اللي حصل يا عمر. عمر، وانت رجعت برضه عشان تقعد عشان؟ بقول لك ايه يا باكت، انت عارف كويس ان جيهان عمرها ما كانت بتجري بالعربيه عشان تعمل حادثه زي دي. ايه اللي حصل؟ انا شاكك في الحادثه دي اصلا. حاسس عمر ان الحادثة دي كلها مكافاة. تقصد انها اتقتلت؟ بس مش عارف مين اللي قتلها. حتى وانت جوه المطبخ عارف؟ عشان انا جوه المطبخ عارف.
دول ورطت نفسها بيه بالظبط؟ شيخ وقفت قدام مريم، قدام مريم نفسها عمر. سيادة اللي هو طلعت وصل يا فندم. خليه يتفضل. طقم الحراسة والرعاية الطبية اتغير، في ممرضة اختفت، أكيد هي اللي عملت الموضوع ده. يا ترى بقى فكرت في رد على الصورة اللي نزلت ديت؟ أنا مش قلقان من الحكاية دي ومش عايز أديها أكبر من حجمها. مشكلة الأكبر الاختراق اللي حصل. الصورة دي قبل ما تتسرب ب 24 ساعة الشعب كله شافني وأنا بطمنه على صحة الرئيس، وطلبت منهم إن هم يثقوا فيا. انت متخيل شكلي عامل ايه دلوقتي؟ للاسف اختار الوقت الصح. عشان كده لازم نرد عليه، حتى لو انت شايف ان الموضوع مش مهم. المساله دي تتعلق بي انا شخصيا وبشكل قدام الناس. بتفكري في حاجه معينه؟ لسه ما رتبتش افكاري. طيب على العموم اول ما ترتبي افكارك وتستقري بلغيني. اكيد. هستأذن. طمن على الرئيس. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. انت هنا من بدري؟ انا بقالي ساعتين هنا. هو انت رايح نادي؟ لا لا متعود اجري هنا شويه في الجنينه اللي ورا دي. الله يا بختك، انا بموت في الجري. تموت يلا. لا ما انا مش مستعده دلوقتي، بس اوعدك من هنا ورايح ان انا هبقى مستعده لكل حاجه. اوكي. صوره عمر ومنى تقريبا اتشالت من على معظم المواقع. الحمد لله. هو نص العمى ولا العمى كله؟ لا خلاص بقى، من هنا ورايح ان شاء الله ما فيش لا نص ولا ربع. نفسي اخلص من كل المشاكل اللي بتظهر لي دي، المشاكل الفرعيه، عشان استعد للمهم. عندي مؤتمر بعد بكره في اسكندريه ولازم استعد له. انت ارمي كل حمولك ومشاكلك عليا واطمن خالص، ما تقلقش. هو ما فيش حد في البيت؟ لا رامي في اوضته مدام سمية ومنى خرجوا من بدري. في ورق في اوضه النوم، معلش يا ريت ترتبه لي وتحطه لي على المكتب بعد اذنك. طبعا يا فندم اكيد. اوكي انا اسف. Thank you.
رامي. هو رامي بيخض ولا ايه؟ غريبة يعني، مع ان معظم الستات لما بتشوفني بتفرح. ما هو انا من النوع اللي لما بفرح بتخض. تعجبيني؟ انما ايه مليون البرفيوم الحلو اللي انت حاطاه ده؟ عجبتك؟ شوفي انا بشمه كل يوم، بس النهارده حاجه تانية خالص. طبعا اذنك عشان الرئيس طلب مني حاجات كتير. اه طبعا. اه مريم، بصي يا مريم، خدي بالك من ابن الرئيس، اصل ابن الرئيس جزء لا يتجزأ من الرئيس، يعني احنا هنا في البيت كان واحد. ماشي؟ اه طبعا. على اذنك. ياوي ياوي، جدولك نزل يا دكتورة، أول محاضرة بعد بكرة. بالسرعة دي؟ أنتوا كنتوا مستنيين بقى ولا إيه؟ زي ما كان خروجي خسارة للكلية، فرجوعك مكسب كبير لينا. أنت اخترت الوقت المناسب للرجوع. أشكرك، أشكرك جدا يا دكتور، وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظن سيادتك. دي حاجة أنا متأكد منها. المهم تكوني مستعدة لتأثير القرار ده على حياتك. مستعدة يا دكتور، مستعدة. ميرسي يا حبيبي. انتي مش عارفة يا مريم، احنا ورانا بيه قبل كده. لا احنا اتبهدلنا، مظاهرات واعتقالات، لا اكشن طول الوقت في البيت. بس هو كان بيبقى حاجة تانية. هو جوه البيت أبونا وصاحبنا، دلوقتي ما بقاش كده. أنت عارفة أقرب مثال؟ طبعاً أنت عارفة موضوع الصورة بتاعتي. أنا عارفة إن هو حقه إنه يزعل ويتنرفز، في الآخر أبويا يعني لازم يخاف عليا. بس المرة دي الخوف كان مختلف. حسيت إن هو خايف على الحملة الانتخابية بتاعته، مش خايف عليا. يعني مثلا الموضوع ده لو كان حصل من سنتين برضو كان زعق وبهدلني وعمل كل حاجه، بس في الاخر كان هيجي يقعد يتكلم معايا زي ما احنا متعودين. لكن هو ما عملش كده. معلش يا منى، ما تزعليش، انتوا لازم تستحملوا، الوقت بيجري والانتخابات قربت، نفس قويه جدا، اكيد عليه ضغط نفسي صدقيني. انا عارفه ومش معترضه، ورامي وماما كمان عارفين الموضوع ده، بس هو اللي لازم يفهم ان دي مراته وانا بنته ورامي ابنه، احنا عيلته، ما ينفعش يستخدمنا في الشغل. انا مش عايزه اكون قاسيه عليه قوي، بس بجد المره دي انا اتضايقت قوي. احنا كنا بنضحك. كنا بنضحك ومبسوطين، وعايزه كمان اعترف لك اعتراف. انا مبسوطه ان انتي معانا، حاسه ان انتي هتساعدي بابا وهتساعدينا احنا كمان في اللي جاي، يعني هتشيلي من علينا كتير. ما تخافيش، انا هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه لحد ما اوصل للرئاسه، مش عشان كنتوا بس، عشان انا مقتنعه ان هو انسب واحد يحكم البلد ديت. بصراحه يا هشام انا مش فاهمك، بقالي كام يوم وانت ازاي بقيت مأمن لمريم بالسرعه دي؟ يعني ايه مأمن لمريم بالسرعه دي؟ مريم دي مش بنت عمك ولا ايه؟ بنت عمي. اه بس مش سهل. يعني هو انت اللي سهل يا سامع؟ مش موضوع سهل ولا مش سهل، بس انا بصراحه ما كنتش اعرف حكايتها، بس بعد ما عرفت واجب عليا احذرك. ايه احذرك واجب في ايه؟ ما تتكلم على طول. مريم هربانه من اهلها يا هشام، ومرمطه امها واختها وجدتها وراها في كل حته، ده غير وقت كده مش عارف كانت مصاحباها ولا مخطوبه له ولا ايه، بيدور عليها زي المجنون. البنت دي شكلها حواراتها كتير يا هشام. ما قلتليش الكلام ده من الاول ليه؟ انا والله ما كنت انا عرفت لما الناس دول جم لحد عندي يدوروا عليها. لا عديت هي، انا مش فاضي حواليت مريم دي بعدين. عاملة بالنسبة لي زي الهوا كده، بحس
بحس بيكي وبحتاج لك، والمفروض ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك، بس مش عارف املكك. مالكيش ماسكه. هو انت لازم تمسك الحاجه عشان تملكها؟ بس انا دلوقتي فهمت. جايه تقولي لي اروح لمنى دلوقتي؟ انت فاكره نفسك ملكتيني عشان تديني هديه لغيرك ولا ايه؟ ومين قال اني ملكتك؟ ما انا دخلت عليكم من 3 ايام كنتوا عمالين دودو دودو دودو، والله اعلم كنتوا بتقولوا ايه. اهو انا بقى جايه مخصوص عشان اظبط لك اتجاه مشاعرك. طب وانت بتعملي كل ده ليه بالظبط؟ عشان مصلحتك، عشان منى تبقى مبسوطه، ما يبقاش اي حاجه في دماغها غيرك انت. وبعدين ايه المشكله؟ احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يحس ان هو بيمتلك مشاعر الاخرين، بالذات لما تكون ست وحلوه كمان. هو فعلا احساس حلو. والوحده دي انت هتحددها لي ولا ايه؟ لا طبعا، بس انا وانت عايزين نقرب من بعض. حاسه كده ان الايام الجايه هحتاج لك، هننفع بعض يعني. انا نية غبي. غبي عشان عايزك، عشان مش فاهم. اللي انا افهمه اني لما اكون عايز حاجه باخدها، مفضلش الف وادور واستغرب لما تضيع مني، صح؟ انت لو عقلت كده وربنا هداك وسمعت كلامي، عمرنا ما هنبعد عن بعض ومفيش حاجه هتضيع منك. عمر امسك، اسمع كده. صباح الخير يا ريس. صباح النور. انت جيتي مستعده اهو. مش قلت لك قبل كده انا بتعلم من اخطائي؟ انت متعوده تجري كل يوم الصبح على البحر، وساعات بقى وقت الفجر. بتعيشي مع مين قبل ما تيجي هنا؟ كنت عايشة مع مامتي وأختي وجدتي. كنت بتشتغل إيه؟ بصراحة ما كنتش بشتغل، كان عندنا مطعم على البحر، بابا كان سايبهولنا بنقلب فيه عيش يعني. والدك متوفي؟ والدي من ساعة ما اتطفش وهاج وسابنا ما نعرفش عنه حاجة، ما اعرفش حتى اذا كان عايش ولا ميت. انت ليه مستغرب ان انا بكلمك بصراحه؟ اتمنى انها تكون الصراحه. تقصد ايه بالكلام ده؟ انت جيتي هنا هربانه من اهلك فعلا؟ ردي عليا وجاوبيني بصراحة. أنا فتحت لك بيتي وثقت فيكي وشغلتك معايا، لو عاوزة تخسري كل ده اكدبي عليا. أيوة بس أنا من حقي برضو أعرف مين اللي نقل الكلام ده عني. سامح ابن عمك. سامح ده عايز يسوق سمعتي. تحب اقول لك ليه؟ انا رحت قلت لمراته ان هو بيعرف واحده تانيه عليها. انا مش عاوز اعرف كل الكلام ده، ده كلام فارغ. انا عاوز اعرف الحقيقه، عاوز اعرف الحقيقه منك انت. انا ما يهمنيش هو قال ايه لمراته، عمل ايه في مراته، كل ده انا ما يهمنيش. انا عاوز اعرف انت جيتي هنا هربانه فعلا، واهلك امك واختك
خطيبك ولا الشخص اللي انت بتعرفيه ده جم يدوروا عليكي فعلا؟ كذب والله العظيم، الكلام ده كله كذب. خلاص قولي لي انت الحقيقه. اتفضلي. انتي مقلبة الشيف بصباعك؟ الشاي زي العسل. ايه ده؟ ده الضيف نام على روحه. مالكيش دعوة بالضيف، ده راجل عنده أزمة عاطفية. يا حنين. اعمل ايه ما انتي عارفينها كارولين؟ أصل الحنية ديت من صفات برج الرجب. أموت أنا في برج الرجب. طب بقولك ايه؟ أنا عايز بطلع غدا. عينيا. وبيعملي حساب الضيف ها؟ ماشي. لا مؤاخذة جيمس على عينيك. لا لا يا عم راجل مفيش حاجة، أنا صحيت لوحدي. لما تكون ناوي تجافيني قول لي. إيه ده؟ ده عبد الحليم طلع وراه صراحة. هي مريم بتحب عبد الحليم؟ طلع بتفهم ده جوه. العندليب الصبح والست بالليل. وكمانين امتى؟ بالليل قوي. تتهزر معايا جيمس ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا عم رجب، بس بيني وبينك انا مستغرب ان في واحده اسمها كارولين في منطقه زي دي. دي اسمها زينب اصلا. بس البت طالعه شقره وعينيها ملونه زي الخواجات. بصراحه مش جايبه معايا زينب. عشان كده يعني سميتها كارولين؟ طب ومريم هنعمل معاها ايه؟ انت اللي بتحبها ولا كرامتك هي اللي ناقحه عليك؟ هتفرق معاك يعني؟ اه هتفرق. عمرك حبيت واحده وفضلت تحبها من غير ما هي ما تعرف؟ لا والادهى من كده، اتجوزت وانت لسه بتحبها واتطلقت وانت برضه لسه بتحبها، يوم لما تجيلك الفرصة لحد عندك وتعرف انك بتحبها وانت تحس كمان انها بتحبك وتعشمت، فجأة كل ده يروح كأنه حلم متسرق منك. بالظبط زي المية لما تتسرسم من بين ايديك. وانا الشويتين دول ما يخفلوش عليا، ما تعمليش فيها لعب الساكس الاول. ها مش لايق عليك انت، قلبك بيوجعك، بس كرامتك هي اللي مكسوره، هي اللي عايزه تتجبس. قوم اغسل وشك، خلينا انا كلنا لقمه. امي اللي قالك ان انا هربانه منها ديت كانت عايزه تدفني بالحياه، كانت شايفاني كرسي من كراسي المطعم تنقلني في المكان اللي هي عايزاه، كنت عايزاني اقضي بقيه حياتي كلها اخدم في الزباين واستحمل قله ادبهم وسفلتهم وايدهم الطويله كمان. احنا اصلنا كنا اربع ستات لوحدنا، معناش راجل يحمينا، يعني الراجل اللي مش هيطمع فينا هيبقى راجل اهبل. اما بقى الواد التاني اللي قالك ان هو خطيبي ده، ده لا خطيبي ولا حاجه، ده حته واد صايع شغال في السياحه بيصطاد الزباين الاجانب وبيعيش على قفاهم. هي بقى كانت عايزه تجوزوني بالعافيه عشان تعوض الجوازيه الاولانيه اللي باظت. على فكره انا مش هنكر ان انا استغليت حبه ليا، ضميري كان بيوجعني، بس احتياجنا الراجل يحمينا كان وجع الضمير جنبه ولا حاجه. كنت عايز نعمل ايه؟ افضل مستنيه هناك وقت طموحي؟ أموت بالتصوير البطيء؟ أنت أكتر واحد هتفهمني. عارف ليه؟ عشان أنت عارف يعني إيه معنى الطموح يا ريس. أنت مصدقني؟
قولي لي عملت لي الحاجات اللي طلبتها منك عشان المؤتمر بكره. ايوه يا ريس كله تمام. انا مش عارف سمية هتقدر تيجي ولا لا، انا كنت متعود عليها هي اللي كانت بتعمل كل حاجه، بس مش عارف موقفها ايه بالظبط. وجودها بيفرق معايا قوي. ما تقلقش يا ريس، انا حقنعها تسيب كل حاجه وتيجي. مش ده كان اتفقنا من الاول؟ فضلت شوفي. تسلم ايدك. أنا إذنك. اتفضل. أهلا. بعد إذنك. أوكي. أنا متأكدة يا مريم مش هلحق. معقولة أروح الجامعة أخلص المحاضرتين وأجري على اسكندرية علشان أحضر مؤتمر؟ ده أول يوم ليا في محاضراتي، مش هلحق. أنا حبيت أقول لك بس، قلت يعني تبقى لفتة لذيذة منك تصرحي بيها. ما انت عندك حق. ايوه بس يا مريم انت عارفة المؤتمر ده انا ملياش لازمة فيه خالص، انا بس بكمل الشكل الرسمي لهاشم فقط لا غير. انت عارفة انا لو مكانك تظف المؤتمر، المهم طموحك. هي عموما الرجالة كده، كل الرجالة تفتكر نفسها ان هي بس اللي عندها طموح، والست دي حاجه كده على الهامش. مش عارفه ليه بيتعاملوا معانا على اننا خيال مات. عندك حق، بس تفتكري هاشم هيزعل مني اكتر ما هو زعلان؟ انا شايفه بقى ان هو لازم يتعود على كده. وبعدين احنا قلنا ايه؟ مشاكل الكليه ترميها عليا، انا هحلها لك. جايز جدا كمان اخليك لحد عندك ويصالحك. مش ممكن يا عماد، مش ممكن. الاوراق ناقصه، ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ دي كل الفايلات اللي حضرتك اديتها لي واللي موجوده عندي، جايز الباقي يكون على جهاز مدام سميه. سميه جت؟ انا حاولت معاها كتير بس هي عندها محاضرات، ما عرفتش تعتذر عنها. يعني لا منى ولا رامي ولا حتى سميه، عشان تصدقيني لما اقول لك ان كل واحد فيهم ما بيدورش غير على مصلحته بس. الله، هعمل ايه انا دلوقتي؟ هتصرف انا ازاي؟ هو ايه بس اللي حصل؟ في فايلات ناقصه موجوده على جهاز بتاع سميه، طبعا البهوات اللي معايا ما حدش منهم فكر انه ينقلها. اطمن يا ريس، الفلاشايه اهي عليها كل الحاجات اللي عند مدام سميه، على ما تخش جوه انا هطبعها لك على ورق. انا مش عارف اشكرك ازاي. انا متشكر. ثانيه واحده، في ايه؟ اعدلك الكرافات بس بسرعه. اوكي. البرفيوم ده انا احنا اتاخرنا قوي، اتفضل. عندك حق. ستاند باي. 3 2 1 هوا. ورجعنا بعد الفاصل مع ضيفتنا النهارده منى الرئيس، وهنرجع نكمل كلامنا معاها ونتكلم عن دور الشباب في البرنامج الانتخابي لهاشم الرئيس. معانا اتصال. محمد من الجيزة. الو، ازيك يا محمد؟ الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا يوسف؟ تمام والله. ممكن اسال الاستاذه منى سؤال واحد؟ اتفضل. طبعا. ايه اللي يخليني ادي صوتي لهاشم الرئيسي بالذات؟ انا بحاول الاقي رد سريع ومنطقي، خاصة ان انا شهادتي مجروحة لان والدي لما استضافوا ابن الدكتور بدير امبارح رد وقال ان والده زيه زي اي حد بيركب الاتوبيس والمترو، والحقيقة ان انا مش هقدر ارد نفس الاجابة لان هاشم الرئيس ما بيركبش اصلا جنب السواق، هو بيركب في الكرسي اللي ورا، وانا الحقيقة عمري ما ركبت لا اتوبيس ولا مترو. ولو هي دي مقاومات رئيس الجمهورية، انا شخصيا مش هدي لهاشم الرئيس صوتي. لكن انا اقدر احكي عن موقف حصل لي. وانا في تانية جامعة كان عندي مادة صعبة جدا، وكان بيدرسها دكتور صاحب بابايا جدا، ما كنتش بحضر وحليت وحش جدا في الامتحان، واخر السنة لقيت نفسي بجيب امتياز،
خدت الموضوع بتهريج وضحك ورحت حكيت له، وهو الصراحة كان رد فعله صعب جدا. راح الجامعة وطلب إعادة تصحيح للمادة وأنا شلت المادة. أنا بحكي الموقف ده عشان أقول إن اللي هينتخب هاشم الرئيس لازم يتأكد إن في عهده مش هيبقى فيه لا واسطة ولا محسوبية. الحمد لله على السلامة يا فندم. الولاد فين؟ لسه ما رجعوش يا فندم. الست هانم فوق في مكتبها. مكتبها؟ مدام طلبت مننا نفضي الأوضة اللي فوق وحطت فيها مكتب. طب روح. حاضر. الحمد لله على السلامة يا هاشم. مش عاوز حد يزعجني. أستاذة مريم؟ أيوة. في واحد عاوز يشوفك. واحد مين؟ مش عايز كلام كتير، هتيجي معانا بالزق ولا ناخدك بالعافية؟ عافية توصل يلا مش عايز كلام كتير. يلا يلا يلا. يا فندم بقول لك الموضوع خطير وممكن يأثر على سيادته. نفذ الأوامر يا سيادة الوزير. أنا متحملة المسؤولية. طالما إنها مش هتأدي للموت إن شاء الله. لو مش عايز تعمل كده قول لي، أنا ممكن أجيب أي حد تاني. رياض احنا كلنا في مركب واحدة. اي غلطة بتحصل بتأثر عليا انا والحزب والحكومة والبلد كلها. لو ما خدناش قرار حاسم المركب هتغرق بينا كلنا من غير ما نحس. النظام اللي فك النظام عقيم، لازم نتعلم من اخطائه. ولا انت رأيك ايه؟ يلا يا سيادة الوزيرة، انا متحملة المسؤولية. بعد إذنك أنا هروح أجهز الحكم.
لمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعها ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب ياخد مكانه فرحها ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على ألف السنين بتقدمين وتعلمين قداني، شر الحريم مش من ما فيش، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. حلواني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدوى كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية المتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم يتنسي ويتداس.